رغم اختيارها ضمن 20 امرأة رائدة في إفريقيا من طرف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لم تحصل الدكتورة ميمونة بنت الدولة على وظيفة بشكل رسمي بعد، رغم مرور 3 سنوات على تخرجها. وتسعى ميمونة اليوم مع زميلاتها لتنسيق جهودهن لتوصيل مطلبهن بالتوظيف، بعدما بذلن جهدا كبيرا من أجل ذلك وتحدينا الصعاب لإكمال مشوارهن التعليمي. اشتغلت كمتطوعة مع وزارة الصحة، وتم توفير لي عقد عمل ولا تعاون مع وزارة الصحة، لكن ما تم اكتتابي ولا ولوجي في الجامعة، لأن الجامعة في الاكتتاب الأخير لم تذكر تخصصي، بالرغم من أهمية التخصص في كلية الطب وأهميته في كلية العلوم والتقنيات وأهميته للباحثين، لم يتم إدراج هذا التخصص نهائيا. لا يختلف واقع الدكتورة ميمونة عن زميلاتها الحاصلات على شهادات الدكتوراه في مجالات المعلوماتية والقانون والبيولوجيا والفيزياء والأحياء الدقيقة والأدب والتاريخ وغيرها من المجالات، وتميز بعضهن بالحصول على جوائز علمية مهمة في البلد. وتطالب هذه النخبة النسائية بالاكتتاب في الوظيفة العمومية وتعميم التمييز الإيجابي وإجراء اكتتاب عاجل لدمجهن في مؤسسات التعليم العالي. أنا من ضمن 20 دكتورة حاصل على شهادة الدكتوراه ومختلف التخصصات، لا زلنا معطلات حتى الآن عن الاكتتاب. طالب رئيس الجمهورية بالاكتتاب الفوري والشامل لمجموعتنا وتفعيل سياسة التمييز الإيجابي وفتح فرص وخلق فرص أمام الدكتورات. تخرجت 2018 من المغرب من مدينة فاس، لين جيت هنا تياها للأسف اصطدمت بالتخصص اللي أنا أصلاً واحدة من الأوائل فيه الممنوحين منه، على أنه تم تعطيله إلى أجل غير محدد. ورغم حاجتهن للاكتتاب، تقول الحكومة أن إشراك المرأة في الإدارة والقرار خيار ضروري لخلق تنمية حقيقية في البلد، لكنه خيار ما زال طي الأدراج بحسب عدد من المنظمات غير الحكومية. تتساءل عدد من النساء عن أسباب ارتفاع البطالة بينهن رغم ارتفاع مستوياتهن في التعليم، وبحسب البنك الدولي فإن الهيمنة الذكورية على مؤسسات الدولة في بلدان من بينها موريتانيا هي السبب الأبرز لارتفاع نسب البطالة بين صفوف النساء. محمد ناشي، قناة الغد، نواكشوط.